اهلا بكم جديد مشاهدي الكرام، وتحية صباحية لكل من يتابعنا لكل من يشاهدنا سواء من داخل السلطنة او خارجها بعد هذه الاغنية الوطنية الجميلة في حب عمان. عمان ناحية الاسم الصامد والتاريخ الماجد، نحييكم اينما كنتم مشاهدينا الكرام. ووقفتنا الحوارية الاولى في برنامجنا لهذا اليوم ولهذا الاسبوع سيكون الحديث حول المكتبة الوقفية المتنقلة للاطفال. هذه المكتبة التي تضم في جعبتها الكثير من الإصدارات التي تتناسب فكريا وثقافيا ومعرفيا للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية. والجميل أن الفرع الثابت لهذه المكتبة المتنقلة الآن في هذه الأثناء سيكون التدشين والافتتاح مشاهدينا الكرام بمجرد بدأنا في هذا اللقاء. فتحية لكل القائمين على هذه المكتبة سواء المتنقلة أو الفرع الثابت الذي سيكون لها. إذن نرحب إذن للحديث حول هذه التفاصيل بوجود أخونا الأستاذ أمجد بن حمود الراشدي، مسؤول عن هذه المكتبة، المكتبة الوقفية المتنقلة للأطفال. حياك ومرحبا وصباح الخير، ونحن سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذي، وأهلا بكم أستاذ حبرا. أنا سعيد جدا بأن أكون ضيفكم اليوم وفي هذا الصباح الطيب وهذه الأجواء الرائعة، وأتمنى اليوم أن راح نوصل رسالتنا، هذه الرسالة النبيلة اللي نريدها توصل للأطفال خصوصا، ورسالتنا نحن اليوم موجهة للأطفال، وأتمنى أنهم يكونوا متابعين اليوم إن شاء الله. طيب أمجد، يعني مثل ما ذكر سيف قبل قليل، اليوم بإذننا راح نتكلم عن هذه المكتبة المتخصصة في كتب الأطفال والتي تحتوي أيضا على عناوين مختلفة تناسب جميع الفئات العمرية. هنا نتحدث أكثر عن هذه المكتبة الوقفية المتنقلة للأطفال. أول شيء أرحب بكم مرة أخرى أستاذة، ودائما نحن كعمانيين نحاول أن نعلم أطفالنا مبدأ الوقف، وعندنا وزارة مختصة بالأوقاف هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فأساس هذه المكتبة وفكرتها تعتمد على ترسيخ مبدأ الوقف لدى الأطفال. فنحن بدينا هذه المكتبة، هي عبارة عن مكتبة متنقلة، باص أو حافلة ركاب، سعة 50 راكب، حولناها من الداخل بالكامل لتكون على شكل مكتبة متنقلة. هذه المكتبة تتنقل في مختلف محافظات ولايات السلطنة حسب خماسية نحن دشناها، وهي خماسية سكينة: علم، عبادة، علم، عمل، لعب، نوم وصحة. ممتاز. هذه خماسية السكينة. خماسية السكينة اللي هذه المكتبة نعتبرها يعني تروح على هذه الخماسية وتتحرك في مختلف المؤسسات حسب هذه الخماسية. فمثلا العبادة تزور الجوامع، المساجد. جميل. العلم تزور المدارس، العمل تزور المؤسسات الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص، اللعب تزور المنتزهات، الحدائق، الشواطئ العامة، النوم والصحة تزور المستشفيات. إذن هي في كل مكان متواجدة هذه، في كل مكان متواجدة حيثما يتواجد الطفل. ونحن دائما نطلق على الأطفال اسم العبقري، نتواجد نحن ونستهدفهم هم وآبائهم وأولياء أمورهم. ممتاز. جميل. طيب نحن تعرفنا الآن على هذه المكتبة الوقفية المتنقلة للأطفال. الآن يمكن المتابع الكريم عنده استفسار، ما الهدف من هذه المكتبة المتنقلة؟ لماذا تستهدف فقط فئة الأطفال في هذه المكتبة؟ نعم أستاذة، كما تعلمون أن الأطفال على مستوى عدد السكان يشكلون نسبة كبيرة في سلطنة عمان وأعتقد في كل العالم، ودائما الأطفال لا يوجد مؤسسات خاصة تهتم بهم وتعطيهم هذه الرعاية وهذا النوع من يعني من نقدر نسميه الترفيه والتعليم مدمج. هذه المكتبة ليست مكتبة تعليمية فقط، وأيضا تقدم فعاليات ترفيهية للأطفال، تنمي مهاراتهم، تنمي الذكاءات، يوجد يعني أشياء كثيرة راح تطور من شخصية هذا الطفل. نعم. هدفنا نحن نوصل للأطفال، الأطفال هم الهدف الأول والأساسي، وثم بعد ذلك المربين. أعتقد نحن الوحيدين على مستوى السلطنة اللي نستهدف الأطفال، ودائما ما نسعد بذلك. ربما يعني المدارس في بشكل عام في سلطنة عمان ما في مؤسسات يعني تستهدفهم وتزور المدارس، نحن هذه هدفنا. نعم، على الرغم من وجود أيضا الجهود المقدرة والمشكورة أيضا من مختلف الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، نتكلم عن الحاضنات، ونتكلم أيضا عن يعني رياض الأطفال، ونتكلم أيضا عن المدارس وغيرها، يعني كل هذه كلها تنصب أيضا في خدمة الطفل نفسه، ولكن أنتم ربما حبيتوا قدر الإمكانكم تأخذوا منحة مختلف تماما، شيء يميزكم وتكونوا فيه متفردين في خدمة الطفل نفسه. لأن نتكلم عن دور فعلا القراءة في تنمية وبناء شخصية الطفل بشكل عام. دائما أستاذي، الطفل الذي يتعود على القراءة منذ الصغر يعني تقدر تميزه من شخصيته، يكون طفل جريء، طفل متحدث، يستطيع قراءة أي كتاب، يحاورك،
هذا الطفل يكتسب نوع من التعاطف بقراءته هذا الكتب، يستكشف العالم من خلال هذه الكتب. الطفل محيطه جدا بسيط، البيت، المدرسة، ما يخرج للمحيط الخارجي، فمن خلال هذه الكتب يسافر إلى مختلف أقطار العالم، يتعرف على الشخصيات، سواء الشخصيات الكرتونية، الشخصيات يعني الشخصيات الحقيقية أيضا. فنحن نحاول نخرج الطفل من هذه الدائرة الضيقة إلى العالم أوسع. مثل ما تعلمون اليوم نحن نمر بجائحة كورونا، الأطفال ولفترة زمنية طويلة في البيوت، التعليم كان عن بعد، فنحن نحاول نرفه عنهم مثل ما نحن في مؤسسات جالسة ترفه عنا نحن ككبار، وتستهدفنا في يوم من الأيام فتحت المراكز التجارية للكبار فقط، ولكن الأطفال لم يسمح لهم بالدخول. فنحن هدفنا أن نخرج هذا الطفل من هذه الدائرة الضيقة، البيت والمدرسة، ليستكشف العالم، ليطلع، ليخوض الحكايات، يتعرف عليها. وربما وصار معنا أن في أطفال زارونا وزاروا هذه المكتبات، اليوم كتبهم موجودة معنا في المكتبة، ونحن نفتخر بذلك. المميز أستاذ أن نحن دائما كتبنا عمانية 100%، قام بها عمانيون وأشرف عليها عمانيون، وطموحنا جدا عالي. طموحنا ليس فقط في السلطنة، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى سنصل إلى الخارج، سواء للعالمية أو راح نبدأ في الخليج بشكل عام إن شاء الله. طيب أمجد، دائما ولي الأمر أيضا له دور في ترسيخ فكرة القراءة لدى الأطفال. الآن هنا نتحدث أكثر عن دور ولي الأمر أن يكون معكم أيضا متواجد في هذه المكتبة المتنقلة، ويكون أيضا مع ابنه دائما ويشارك في القراءة. ما نتميز به نحن أستاذ أن نحن نسمح للمربين بمرافقة أطفالهم عند دخول المكتبة. المكتبة فيها مرافق متعددة، ووفرنا بعض الكتب للمربين لأولياء الأمور. هذه الكتب راح تساعدهم في تربية الطفل. نحن أيوة. الطفل اليوم منذ الصغر محتاج إلى تربية، محتاج إلى تركيز. حلو. تهيئة هذا الطفل، بناء شخصيته. فأولياء الأمور تواجدهم معنا وتواجد الأطفال هذا راح يساعدهم كثير على فهم الطفل بشكل أعمق. هدفنا في النهاية الطفل، ولكن أيضا نحن نستطيع أن نوجه هذه الرسائل من خلال أولياء الأمور. نعم جميل. بعض أولياء الأمور والمربين كذلك أيضا لا يكون بالا أيضا لجعل وغرس ثقافة القراءة للطفل في البدء، في السنوات الأولى من عمره، يقول لك والله الآن بعده صغير خلوه يكبر وبعدها إن شاء الله تعالى بنخليه يقرأ كثير ونجيب له كتب وما شابه. لكن في ملفكم التعريفي الخاص أيضا قرأت أنه حتى تستهدفون فئة الرضع، فأنا سؤال أيضا الفئة العمرية التي من الممكن فعلا أن الواحد يقدم لها كل هذه الإصدارات، كل هذه الكتب، بحيث ينمي لديها مهارة وثقافة أيضا الاطلاع والقراءة. طبعا أنا انتبهت على تركيزك على الحوار أو تركيزك على النص المكتوب اللي ذكرنا فيه الرضع. نحن يعني نستهدف الرضيع منذ الولادة. ربما الحين أنتم مستغربين معي كيف رضيع يقرأ. طيب أنا راح أفهمكم. عندنا مكتب... في الأشهر الأولى قصدك؟ في الأشهر الأولى إيه؟ عندنا مكتبة اسمها مكتبة الأولى، هذه المكتبة خصيصا للرضيع. هذه المكتبة خصيصا للرضيع منذ الطفولة، من ما يبدأ ينام على ظهره ثم يرى. تخيل أنت أستاذي لو كان الطفل يرى السقف ويرى فقط المروحة، تخيل لو كان موجود مكان هذا شيء كتاب معلق بألوان احنا انتقيناها، الطفل يستطيع رؤيتها في بداية عمره بملمس، عندما يلمسها الطفل يتفاعل معه. احنا نستهدف الرضيع، وعندنا نحن فيديوهات وعندنا يعني تجارب لرضع، هم لا يقرؤون بالمعنى الحقيقي يقرؤون، ولكن يتفاعلون مع هذا الكتاب، مع الألوان. قد يسأل سائل الآن طيب ايش الفائدة اذا كان الطفل اساسا ما يفهم، ما يعرف اي شيء يعني بالضبط. فايش الفائده اساسا من تقديم كل هذه الاصدارات له؟ ايش الاجابه؟ الاجابه استاذي انه فائده عظيمه جدا، انه راح ترسخ حب الكتاب لدى الطفل. تجاربنا منذ 2006 في هذا المجال اثبتت لنا ان الطفل يترسخ فيه حب الكتب اذا بدانا فيه باستخدام هذه المكتبه الاولى. طبعا هذه كفكره اتوقع على مستوى العالم هي الاولى من نوعها، ونسعى الان للحصول على ملكيه فكريه فيها. العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين زارونا واستغربوا بهذه الفكرة. مكتبة الأولى بإمكان أي شخص يبحث عنها في محرك البحث جوجل، يكتب مكتبة الأولى وراح يجد مقاطع فيديو لأطفال رضع يتفاعلوا مع هذه الكتب. طبعا هذه المكتبة مبنية على أسس علمية وليست أسس يعني عامة. الطفل من خلال هذه المكتبة يفهم نوعا ما، يفهم ويتفاعل مع هذا الكتاب. جميل، يعني فكرة ممتازة راح تخدم أكيد أولياء الأمور كثير. طيب أمجد، يعني
كما تكلمنا أيضا قبل قليل أن المكتبة مش فقط مكتبة تعليمية وإنما مكتبة تعليمية وترفيهية بنفس الوقت. ممكن أن الطفل يعني يستفيد من هذه المكتبة بنفس الوقت يقضي وقت ممتع. هنا نتكلم أكثر عن البرامج والأنشطة المصاحبة لهذه المكتبة، هل هناك في جدول معين إن شاء الله أكيد راح يتم في هذه المكتبة؟ أكيد، خصوصا نحن في هذه الأوضاع الحالية والجهود العظيمة التي تبذلها الدولة والحكومة ومتمثلة في اللجنة العليا للحد من انتشار هذه الجائحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد العزيز. أمين. ويحفظ سلطاننا المعظم حفظ الله ورعاه. نحن نواكب هذه الجهود وملتزمون بالإجراءات الوقائية. مكتبتنا المتنقلة إلى الآن منذ بداية الجائحة لم تتنقل. هذه المكتبة اللي هي عبارة عن حافلة سعة 50 راكب حولناها من الداخل بالكامل لتكون على شكل مكتبة متنقلة فيها جميع الخدمات، فيها كتب. ما يميزها هي الكتب الوقفية. أنا راح أخرج عن نطاق السؤال أستاذة، أتحدث عن الكتب الوقفية. هذه الكتب جلبها الأطفال، كل طفل كتب وقف باسم مثلا أحمد الراشدي، هو اشترى الكتاب وكتب وقف باسمه وحط معنا في المكتبة. المجتمع يساهم معنا في هذه المكتبة الوقفية، الأطفال، أطفال المجتمع يساهمون معنا. الجميل أستاذ أن نحن الفعاليات اللي جالسين نقوم بها عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محطة أو عبر مواقعنا في محرك البحث جوجل مثلا، بسبب عدم تمكننا من زيارة المؤسسات الحكومية والخاصة فتحنا المجال للأطفال بمشاركتنا من خلال استضافتهم، وهذا ما نسعى إليه. نستضيفهم، نعمل معهم لقاءات، ننشر داخل نطاق هذه المكتبة. داخل نطاق هذه المكتبة. طيب إيش فيها بالداخل؟ يعني هل المكان أساسا مهيأ للقراءة؟ في مثلا طاولات، كراسي، الخدمات أيضا المقدمة داخل نطاق هذه المكتبة؟ المكتبة المتنقلة عبارة عن مكتبة كما تراها أنت الآن في عقلك، طاولات وكراسي وأرفف داخل باص. ما أعرف إذا كانت الأولى من نوعها في السلطنة، لكن نحن غيرنا التصميم الداخلي بشكل جدا يعني جديد وعملناه كمكتبة متنقلة. الفرق فقط أنها تتنقل بين الأماكن. وأنا حاب أقاطعكم أستاذي وأستاذة عشان نفتتح الآن بشكل مباشر الفرع الأول للمكتبة الوقفية، مكتبة الأيسر الوقفية في المعبيلة السابعة، والافتتاح الآن بشكل مباشر، والإخوة هناك يشاهدون الآن. جميل، فنتوكل على كل الله. كل التحية والتقدير. إذا الآن الافتتاح راح يكون الافتتاح الآن في هذه اللحظة. في هذه اللحظة. الفرع الثابت. الفرع الثابت هو الفرع الأول من بين مجموعة فروع راح تكون على مختلف محافظات ولايات السلطنة، راح تخدم الأطفال بالمجان. جميل. وراح تكون مفتوحة طوال أيام الأسبوع. منذ بداية الصباح إلى الفترة المسائية. جميل. يتوفر فيها أعداد كبيرة وهائلة من الكتب المنتقاة والمختارة من قبل المختصين. فبسم الله أتمنى الأخوة هناك يشاهدون الحين ويفتحوا هذه المكتبة. والافتتاح اليوم كان على الهواء مباشرة لأننا متقيدين بالإجراءات ولا نستطيع عمل أي فعالية على أرض الواقع، فقط هناك تواصل ربما عن طريق التلفاز مع الأخوة هناك وهم افتتحوها الآن. جميل، أتوقع. مبارك لكم هذا الافتتاح وكل التوفيق لكم بإذن الله. نحن شاكرين تواجدك اليوم معنا أمجد بن حمود الراشدي، مسؤول عن المكتبة الوقفية للأطفال. كل التوفيق لكم بإذن الله. ممكن نذكر المشاهد الكريم وين موقعكم بالضبط؟ موقعنا في المعبيلة السابعة في نفس البناية اللي فيها بنك صحار. جميل. عندكم حساب أيضا في الانستغرام؟ عندنا حسابات على التواصل الاجتماعي. مركز الأيسري يكتب هناك وعلى طول راح يفتح. جميل. بس أنا أؤكد أستاذة أن رسالتنا نحن للأطفال جميعا وللمشاهدين بأن نعدهم للحياة. هذه هي الرسالة اللي نحن نستخدمها دائما، أن نعد هؤلاء الأطفال للحياة ما بعد مرحلة التأسيس، للمدرسة، للجامعة. يبدأ الإعداد من هذه المرحلة، المرحلة التأسيسية بإذن الله، إلى أن يصلوا ليحصلوا على وظائف ويكونوا منتجين في هذا الوطن العظيم. جميل، إن شاء الله تصل رسائلكم وكل هذه النصائح أيضا للمشاهد الكريم بإذن الله. شكرا لك أمجد. إذا مشاهدينا الأحباء، نحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح. نروح الآن إلى فقرة قهوة وفكرة مع الزميلة آسيا الفجرية، كونوا معنا.